الرأي العام وإحداث الجلبة. طلع لي أنت، طلع لي حد يعني. أنا مثلا أنا معلش يعني أنا ست كبيرة في السن، أنا لما ألاقي إن في شيخ من الشيوخ اللي اشتهروا قوي سجد لله شكرا على هزيمتنا في 67، ودلوقتي في كل القنوات بما فيها قنوات الدولة، أنا مندهشة. البعض ممكن يقول إنه دي قضايا، لا يعني أنا بقول وهو يقول، ومن ضمنهم أنا هذه قضايا فرعية لا علاقة لها. لا مش فرعية، لا 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 لا، اوعى تقول لي إنك أنت لما تشكر ربنا على هزيمة وطنك دي حاجة فرعية. الكلام ده فعلا حصل في 67 ولا حصل دلوقتي؟ 67 زمان يعني. معلش مالناش دعوة، 67 كانت هزيمة لسه بيكلمون عنها لغاية النهاردة. لما تيجي تكلمني النهاردة، طب ما تكلمني على 9 يونيو مساء لما هزمنا الهزيمة وطلعنا احنا الشعب المصري زي 30 يونيو كده، وقفنا من غير سلاح وفرضنا إرادتنا. وأنا بقول لو ما كانش 9 يونيو ما كناش عملنا لا حرب استنزاف ولا عبور، ولا أنا غلطانة؟ لا فندم، احنا لازم نستفيد. ما فندم انت حضرتك يعني عشان بس يكون الكلام مدقق، حضرتك بتتكلمي على شيخ سجد في سنة 67، ايه علاقته بينا دلوقتي؟ لأنه ده ما هو ده النمط اللي جاي. لماذا ترك؟ لا ترك فين؟ ترك من 67. أنا ترك ليه بقى؟ ما هو دي المصيبة. يعني هو قصدي الاستشهاد بيه في غير محله. لا الاستشهاد في محله ونص كمان. وضحي لي يا فندم. لأن ما بقاش فيه كلمة وطن. بقى في واحد جه بقى بعد الشيخ ده بخمسين سنة ماشي، قال لك طز في مصر واللي في مصر. انا ما يهمنيش واحد ماليزي يحكمني ما دام مسلم. اوكي. ها ها، في ربط ولا ما فيش ربط؟ لا طب يا فندم مش لا في ربط طبعا، في ربط. هي إن احنا عايزين نرجع لفكره الوطن ولفكره القوميه ولفكره العروبه، ان الدين ده حاجه بتاعت ربنا. جلد الذات يا فندم، حادثه في فرنسا احدثت داخلنا هذه الجلبه، نتحدث هنا عن هذه التفاصيل. ليه جلد الذات؟ احنا مش انت برضو لما تشوف المنظر المشهد بتاع امبارح ده شفته يا فندم؟ انا انسان. طيب كانسان. لا انا انسان. طيب أيوة. تعطفت طبعا. لا ما تقوليش ان هناك بقى هيقولوا يا حرام اصل ده راجل غلبان وضحكوا عليه. لا هو الام اللي فقدت ابن امبارح، ولا الزوجه اللي فقدت جوزها، ولا يعني لا مش معقول. يعني احنا لازم برضو نشوف ان احنا ما احناش مميزين على العالم كله نعمل اللي نعمل احنا ايه عايزينه. نعمل ايه يعني؟ يعني ايه المطلوب نعمله؟ نصلح نبقى مسلمين. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. نبقى مسلمين بصحيح. والله يا فندم بتتكلمي مظبوط، مفيش كلام. مشكورك شكرا جزيلا استاذه فريده الشباشي، كان نفسي اتكلم مع حضرتك اطول من كده بس للاسف احنا مرتبطين في هذه النشره الاخباريه بهذا التوقيت. اشكرك وانت الكاتبه الصحفيه كنت معنا على الهواء. شكرا. تواصلنا معكم في ساعتنا الإخبارية المفصلة، ولكن هذه المرة بأهم أخبار الاقتصاد. والآن محمد سليمان في انتظار حضراتكم وهذه القراءة في أخبار المال والأعمال. تفضل محمد. شكرا لك تامر وأشكرك سحر. مرحبا بكم، أخبار الاقتصادية في البرنامج الرابعة ونتابع فيها. تراجع أسعار حديد التسليح 100 جنيه في الطن بخمس شركات وثبته في باقي الشركات خلال يوليو. مرحبا بكم مجددا. قال وزير التموين خالد حنفي ان الحد الاقصى لاسعار الحديد انخفض بمقدار 100 جنيه لخمس شركات
بينما استمر ثبات أسعار باقي الشركات خلال يوليو الحالي. من جانبه قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سيد حجاج إنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار حديد الجملة والتجزئة، ذلك للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التي أعلنت عنها الشركات. أعلنت مصلحة الضرائب زيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2015-2016 بنسبة 15%، أي بزيادة قدرها 28 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق عليه. وأضافت المصلحة أن حصيلة ضرائب الدخل زادت بنسبة 102%، بينما حققت مصلحة الضرائب على المبيعات زيادة في محصلتها بلغت نحو 14.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، وذلك بزيادة بنسبة 14%. ولم تشر المصلحة إلى القيم النهائية الإجمالية للحصيلة. تبدأ وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بعد غد الأحد إجراء القرعة الإعلانية اليدوية للحاجزين لقطع الأراضي التي بلغ عددها حوالي 21,398 قطعة، سواء للأراضي في الإسكان المتميز أو الأكثر تميزا أو الاجتماعي. وتم طرح تلك الأراضي في 21 مدينة جديدة خلال الفترة من 17 أبريل 2016 وحتى 2 يونيو 2016، حيث سيتم إجراء القرعة حتى الخميس الموافق 11 أغسطس 2016. كما سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية. تحت أخبار الاقتصادية وعودة لأخبار السياسة مع زميلي تامر حنفي وسحر صبري. شكرا محمد. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية العادية 27 والتي ستبدأ فعاليتها غدا السبت 16 يوليو الجاري في العاصمة الرواندية كيغالي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي في إطار الأولوية التي توليها مصر لتعزيز مشاركتها في العمل الإفريقي المشترك وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية، وضرورة العمل على تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار وتسوية المنازعات القائمة بعدد من الدول الإفريقية. تناقش القمة خطط التكامل والاندماج الإفريقي وإصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي. هذا وقد عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا تشاوريا مع وزيري خارجية السنغال وأنغولا باعتبارها الدول الثلاث التي تمثل القارة الإفريقية في مجلس الأمن خلال عامي 2016-2017. يركز الاجتماع على تنسيق المواقف بين الدول الثلاث تجاه عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وأهمها الملفات المرتبطة بحفظ السلام في إفريقيا والأزمة في بروندي والأزمة في جنوب السودان. كما تم الاتفاق على أهمية تبني مواقف داعمة للمصالح الإفريقية، فضلا عن أهمية التنسيق الدائم والتشاور الدائم بين الدول الثلاث لضمان الدفاع عن المواقف الإفريقية في مجلس الأمن. بدأت عمليات الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر لاختيار رئيس جديد للنادي فيز و16 عضوا بمجلس الإدارة. توافد جمهور الناخبين من القضاة وأعضاء النيابة العامة في التوافد على مقر النادي بوسط القاهرة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم لرئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة. تستمر العملية الانتخابية حتى الساعة 7 مساء، ويخوض الانتخابات 9 مرشحين على منصب رئيس النادي، 84 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة، ليتم انتخاب 16 عضوا منهم بالمجلس، من بينهم 1 عن المتقاعدين و5 عن المستشارين و5 عن القضاء والرؤساء بالمحاكم و5 عن أعضاء النيابة العامة. للمزيد من المتابعة معنا من أمام نادي القضاء مراسل النيل مصطفى مزار. مصطفى، كيف تتابع انتخابات نادي قضاة مصر حتى هذه اللحظة؟
سحر بعد التحيه اليك وتامر وزملائي المتابعين ومشاهدينا الكرام في كل مكان مشاهدي قناه النيل الاخبار. بالفعل بدات انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاه من الواحده ظهرا وتستمر حتى السادسه مساء. الجديد في هذه الانتخابات سحر هو ان اللجنه المشرفه على العمليه الانتخابيه لم تشترط حصول 50% زائد واحده، هذا هو كان الشرط الاساسي، ولكن الجديد في هذه الانتخابات هو انها لم تشترط هذه المره ان يكون ان يكتمل النصاب القانوني والذي حددته الماده الخاصه بالاشراف على انتخابات نادي القضاء المصري. الانتخابات كما ذكرت منذ قليل يتنافس عليها 9 مرشحين على منصب رئيس نادي قضاء مصر، ويتنافس اكثر من 84 او تحديدا 84 من المرشحين على اعضاء مجلس الاداره. يتنافس ايضا علما بان مجلس الاداره سيكون تصنيفه يحتوي على 16 من اعضائه دون منصب رئيس النادي، 5 على منصب اعضاء النيابه العامه، و5 على القضاء والمستشارين، وايضا 5 من المستشارين و1 من المتقاعدين. الانتخابات ما زالت سحر مستمر حتى هذه اللحظه، وبالفعل ستستمر حتى السادسه من مساء اليوم، وبعدها سيغلق باب الانتخابات ويتم فرز اللجان، وبالفعل سنتابع النتيجه النهائيه في نهايه هذا اليوم. الانتخابات يعني تسير بشكل رائع حتى هذه اللحظات، تسترد ومستمره مستمريه عمليه التصويت حتى هذه اللحظه. توافد اعضاء النيابه العامه وتوافد القضاه والمستشارون من كافه المحافظات من النوادي المختلفه لمحافظات الجمهوريه للاجلاء باصواتهم، علما بان هذه الانتخابات يعني تم وقتها بحكم قضائي بعد ان طعن عليه من احد اعضاء النيابه العامه واعضاء القضاه مؤخرا، ولكن حتى هذه اللحظه سحر ما زالت تجرى عمليه انتخابيه بصوره ثالثة وبصوره طبيعيه، وما زال الاعضاء يتوافدون من كل مكان للاجلاء باصواتهم في هذه الخيمه الانتخابيه وفي باقي اللجان الانتخابيه المعده للاجلاء. بشكرك شكرا جزيلا الزميل مصطفى مزار من امام نادي القضاء مصر. بدعوى مخالفة ميثاق شرف المنظمة العربية لجنة القيم بالفيفا، هذا هو بداية أخبار الرياضة التي تأتيكم بعد لحظات. تفاصيل الأخبار من تذكير بعناوين النشرة. أولندي يقول إن فرنسا أمامها معركة طويلة مع الإرهاب بعد مقتل أكثر من 80 شخصا في حادث دهس بمدينة نيس. مصر تدين حادث نيس وتعرب عن تضامنها التام مع فرنسا وتعرب عن مساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. ردود فعل عربية ودولية منددة بهجوم نيس ودعوات لتكاتف دولي لمحاربة الإرهاب. هذا ختامنا وملتقانا إخباريا على رأس الساعات القادمة. إلى اللقاء.